أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، برضو تتمة للسلسلة اللطيفة الخفيفة السريعة بتاعتنا دي في بوابة الأخبار، يعني إزاي الصلاة تبقى جوه الواحد عشان تقدر بجد تنهاه عن الفحشاء والمنكر. في كلمة واخدة الدين كله، واخدة الدين كله، اسمها النية. والصلاة على فكرة ما بتنفعش من غيرها، والصيام ما ينفعش من غيرها، بس في الصيام ممكن تنوي أول يوم رمضان لكل الشهر، مش شرط كل يوم. وبعدين النية أصلا مش بالبق، مخطئ اللي علمنا إن الدين بق، غلطان غلطة كبيرة جدا. النية هي إيه؟ هي انشغال القلب بالموضوع، انشغال القلب، انشغاله، يعني لازم يكون قلبك مشغول باللي عملته. يعني أنا بعمل حاجة، أقول أنا نويت أصلي الصبح ركعتين، ما بقولش بقي أبدا، أنا بقول الله أكبر، جوايا بيتكلم. أنت عارف جوايا ده لو ما اتكلمش ربنا ما يقبلش الصلاة، وربنا ما يقبلهاش، وربنا مش عايز بق، ربنا هنا. إنما الأعمال بالنيات، كلام سيدنا محمد عليه السلام، النية يقول لك محلوها القلب. يعني وانت بتقول الله أكبر لازم جواك يقول ده الظهر 4 ركعات، ده الصبح 2 ركعات، لو ما قلتش كده الصلاة مشطوبة. تعالى بقى بعد الصلاة، النية ما راحتش، لأن عندي نيتين اتنين. نية إن أنا أصلي الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم الله، خلص. ونية بعد الصلاة إن دي تنفعني، يعني زي اللي بياخد شهادة. معظم الشباب تسأله أنت في كلية إيه، يقول لك كذا وبتاع ومش عارف إيه، هتعمل إيه بعد الليسانس أو البكالوريوس؟ يقول لك ولا حاجة، أنا هاخدها علقة في الحيطة. مش علشان إحنا بنعاني من أزمة البطالة، لا، هو مش محتاج شغل أو مش عايز يشتغل. في ناس عايزة كده، اتعلم بعد التعليم، ما عندوش نية لشغل. إحنا في الدين لازم يكون عندنا نية بعد الحاجة اللي عملناها للأثر بتاعها، وده كلام هيمتد بينا كتير جدا حتى ذلك الحين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.